ادوات التجميل. انا مساعده المدير التنفيذي للشركه. الهدف انه احنا شاركنا في المعرض انه كنا حابين الناس تتعرف علينا اكثر، انه اول مشروع لنا احنا بنقوم فيه، فلسه مو اي احد لسه بيعرف احنا ايش المنتجات اللي عندنا، وانه قليل كمان في السعوديه، يعني كالجدة يمكن انا ما حاتكلم عن المملكه كلها، انه تلاقي مثلا محل بيختص بالاشياء اللي هي الخاصه بالشعر، اللي هي الهير اكستنشنز والبواريك، وهذا اشياء قليل جدا، يعني الاغلب بيطلبوها اونلاين. فاحنا بنقول لهم احنا هنا ترى بنوفر لكم، هي لا تروحوا اونلاين، تعالوا لنا احنا. ايوه اول مره نشارك في المعرض. المعرض بصراحة يعني كإقبال كان إقبال هائل، إحنا ما توقعنا يكون هذا العدد من الإقبال الحمد لله، وإنه فعلاً إحنا لقينا النتيجة هذه، إنه لما لقينا الناس كلها بتعمل لنا فولو في الانستغرام وفي السناب وكده، فهذا اللي شجعنا إنه إحنا نشارك أكثر.